خلونا بقى دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جولة مرورية وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي، وخصوصا ان الناس بدأت تنزل. هنبدأ جولتنا من القاهرة وتحديدا من كوبري اكتوبر متجه للعباسية، هنلاقي هناك سيولة مرورية حتى غمرة. اما اللي مكمل في اتجاه العباسية هنلاقي كثافات بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. ولو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك سيولة مرورية كبيرة، هنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، وهنفضل مكملين لحد كوبري الروضة، وهناك برضو في بعض الكثافات، في كثافات بقى مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو، ده بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل، وكثافات مرورية كمان للمتجه إلى شارعي عباس العقاد، كما ظهرت برضو بعض الكثافات بشارع صلاح سالم والطيران، ده بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء. لكن بالنسبة للطريق الدائري بتظهر كثافات أعلى دائري المرج المتجه من نفق السلام اتجاه زراعي ومنه إلى الأقاليم. هنكمل جولتنا معاكم وشوارع الجيزة، وفي إغلاق جزئي للطريق الدائري الأوسطي أعلى تقاطعات المحور المركزي والمحور المركزي الموازي وطريق جمال عبد الناصر، ده دون تعطيل حركة المرور. كمان في غلق كلي لطريق امتداد محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من مدينة ميدان جهينة، وده في اتجاه طريق الواحات وتحديدا بالمنطقة المواجهة لمدخل نادي 6 أكتوبر وميدان الحصرين. في كمان بعض التحويلات المرورية على محور 26 يوليو، ده بسبب أعمال التوسعة القادم من ميدان لبنان اتجاه أكتوبر للنزول يمينا اتجاه محور 3 يوليو المستحدث بعد ما بعد الطريق الدائري. لكن بالنسبة للدوران والعودة مرة أخرى اتجاه محور 26 يوليو ثم الصعود مرة أخرى للمحور بمنطقة أبو رواش اتجاه أكتوبر القادم من 6 أكتوبر اتجاه ميدان لبنان، هيتم استخدام حارات التوسعة المستحدثة، ده بواقع عدد 6 حارات مرورية، ده على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال 75 يوم، وده يعني إن شاء الله هيكون بعدها الطرق هتبقى يتم فتحها بالكامل. أما القادم من الدائري اتجاه أكتوبر لسه الطريق مغلق بسبب الاتجاه الإجباري من خلال نفق حازم حسن إلى محور 26 يوليو أو محور رود الفرج. ولو رحنا معاكم شارع الهرم ده بيشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين، وكمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، ولأن ظهرت كثافات أخرى في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. لكن بالنسبة لمحور صفت في كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه إلى جامعة القاهرة، ناخد بالنا أنه تم إجراء غلق كلي بشارع منشأة البكاري بنطاق حي الهرم بالاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائري، وده لمدة شهر بسبب تنفيذ الأعمال الإنشائية للقواعد الخرسانية الخاصة بمطالع ومنازل محور عمرو بن العاص اللي هيتربط كمان بعد كده مع الطريق الدائري القوس الغربي. هنروح معاكم لمحافظة القليوبية القادم من الزراعي، بتظهر كثافات مرورية بطريق اسكندرية الزراعي، ده بسبب زيادة أحمال السيارات في الاتجاه القادم من الأقاليم وصولا إلى القاهرة حتى الطريق الدائري، واللي أصبحت قليلة بشكل كبير بعد انتهاء أعمال توسعة الطريق. وبيشهد الاتجاه الآخر كثافات متقطعة، ده وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق، وده لمنع ظهور زحام مروري للمركبات. لكن بالنسبة للقادم من الزراعي متجه للدائري سواء الجيزة أو المرج هيلاقي هناك سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات البسيطة، لكنها مش مؤثرة بشكل كبير. أما اللي من منطقة الدلتا وهيستخدم طريق شبرا بنها الحر علشان يتجه لمناطق شرق القاهرة والتجمع، يفضل أنه يمشي على محور الفريق العصار مرورا بالشارع الجديد في شبرا الخيمة. مكملين جولتنا المرورية ونروح بورسعيد، وتحديدا من شارع أوجينا هنلاقي هناك سيولة مرورية. ولو كملنا هنروح على شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو، هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح شارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. وبكده انتهت جولتنا المرورية، هرجع مرة تانية لجمانة ومصطفى علشان نبدأ معكم فقرات صباح خير يا مصر.